فهذه جلسة إيمانية علمية رمضانية تجمعنا في هذه الدقائق في هذه اللحظات في بيت الله سبحانه وتعالى حول هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحول سنته المباركة الميمونة، فهي ولله الحمد جلسة من عطاء الله تعالى للحاضرين والمتواجدين في بيته ضيوفا عليه، وليس أكرم من الله، فالمزور إذا أراد أن يكرم ضيفه أكرمه بما يليق به، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. ونحن قد نزلنا ضيوفا في بيته نجتمع لنتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، والسبب المباشر الذي يجمعنا بالحبيب المصطفى في هذه الجلسة العلمية الرمضانية هو صحيح أبو عبد الله البخاري، وما زلنا ننتقل في صحيح أبي عبد الله البخاري من حديث إلى حديث حتى وصلنا عند كتاب الوضوء. كتاب الوضوء اليوم وفي هذه الجلسة قصة عجيبة وماتعة تعطينا درسين عظيمين كبيرين من دروس الفقه، ولكنها جاءت على هيئة حكاية لطيفة حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام، حكاية في غاية الروعة والجمال. والقضيتين الفقهيتين، القضية الأولى تتمثل في هذا الماء الذي يمس شعر الآدمي، يعني هذا شعر الآدمي طاهر أم نجس، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية هي قضية قديمة حديثة شهيرة جدا تكلم حولها العلماء واختلفوا حولها اختلافا واسعا. القضية الثانية وهي التي ستكون حوارنا في المرة القادمة، يعني أنا لن أستطيع أن أتكلم عن هاتين القضيتين في مجلس واحد. أما القضية الثانية فقضية سؤر الكلب، والكلب لعابه نجس أم لعابه طاهر؟ فإذا شرب الكلب من إناء أحدنا، طب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله كم مرة؟ 7 مرات. طب هو الكلب نجس ولا الكلب غير نجس؟ سنرجئ هذه الخناقة والمشكلة العلمية المرة القادمة، لكن هذه المرة نحن مع شعر الآدمي، والبخاري يكلمنا عن شعر الآدمي من خلال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحكي لنا عنوان الباب ثم يأتي بحديثين حول هذه القضية. الحديث الأولاني هيبقى رقم 170 من صحيح البخاري، رقم كم؟ 170. والحديث الثاني هيبقى رقم كم؟ 171. وكلا الحديثين يتكلمان عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي جلسة علمية ميمونة مباركة حول الحبيب المصطفى، وهذا يكفي أننا يعني نحكي سيرته عليه الصلاة والسلام، ومع أن نسرد هذا الموقف من سيرته نتعلم شيئا من الإيه؟ من الفقه والعلم. هذا لأن الإنسان كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين. أنا أريد أن أقرأ لحضراتكم عنوان الباب أولا ثم نحكي الحكاية، وهي حكاية كما وعدت حكاية لطيفة جدا، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب، ثم يحكي ثم فيقول باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. هذا الماء الذي يمس شعر الإنسان يتنجس ولا يبقى طاهرا؟ هذا الماء الذي يمس شعر الإيه؟ شعر الإنسان. قال باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء ده يا أخوانا واحد من التابعين اسمه عطاء ابن أبي رباح، اسمه إيه؟ عطاء ابن أبي رباح، وأنا سأحكي لكم شيئا من مواقفه بعد قليل. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا، يعني الماء الذي يمس شعر الآدمي كان عطاء لا يرى به بأسا، يعني ما كانش يقول عليه نجس ولا حاجة. قال: كان لا يرى به بأسا أن يتخذ منه منها الخيوط والحبال. طيب، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. لا إله إلا الله، كانت الكلاب تمر في المسجد، الآن الحمد لله في المدن هذا لا يحدث، لكن يحدث فين؟ يحدث في القرى، بعض القرى الباب مفتوح، باب المسجد لا يغلق أصلا، فتجد الكلب يمر في المسجد من هنا ويخرج من الناحية الأخرى، وممرها في المسجد. ها، وقال الزهري: إذا ولغ، ولغ يعني إيه؟ يعني الكلب إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره، شوية مية، ما فيش مية توضأ بها إلا المية اللي ولغ فيها الكلب، ماذا أفعل؟ قال: يتوضأ به. الله، طيب سؤر الكلب نجس ولا لعاب الكلب ليس نجس؟ وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء،
وفي النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. إيه الحكاية العجيبة دي؟ نحن سنترك قصة سؤر الكلب والماء الذي شرب منه الكلب للمرة القادمة، لكن نحن النهاردة هنتكلم عن إيه؟ عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وخليني أحكي لحضراتكم حكاية يعني نبدأ بها الفكرة بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب المصطفى. أيها الأحباب، عندنا أم سليم، خلي بالك ركز معي قوي. مين أم سليم؟ مين أم سليم ديت يا سيدنا؟ دي واحدة من الأنصار شهيرة جدا بأنها أم أنس بن مالك. خلاص، يبقى مين ديت؟ أم سليم. ودي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكانتها ويقدر جهدها، وكان يقيل عندها، وكانت تأخذ من عرقه تطيب به الطيبة رضي الله تعالى عنها. أم مين؟ أم سليم. أم من؟ أم أنس بن مالك. طيب، أم أنس بن مالك دي لما مات مالك والد أنس تزوجت رجلا اسمه أبو طلحة الأنصاري. اسمه إيه؟ أبو طلحة الأنصاري. فأبو طلحة الأنصاري هو الذي قام على تربية أنس بن مالك. إذن أنس بن مالك ربيب من؟ ربيب أبو طلحة الأنصاري، وأمه أم أنس رضي الله تعالى عنه. طيب ماشي، حلو لغاية دلوقتي. أنس بن مالك ده كان قد أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من الغنائم. سهما من الإيه؟ من الغنائم. السهم من الغنائم ده كان فيه عبد يسمى سيرين. انتوا معايا في الحكاية ولا تعبتوا؟ ركزوا بس معايا خالص. العبد كان اسمه ايه؟ سيرين. يبقى سيرين كان عبدا لمن؟ لأنس بن مالك. طيب، وأنس بن مالك تربى عند من؟ أبو طلحة الأنصاري. حلو لغاية دلوقتي؟ طيب، سيرين ده أنجب ولدا صار عالما من علماء المسلمين اسمه محمد ابن سيرين. حلو كده؟ مشهور بإيه محمد بن سيرين؟ طب أقول تاني يا أستاذ أشرف، مش واضحة؟ قال عندنا مين؟ أم أنس رضي الله عنها. أم أنس اسمها إيه؟ أم سليم. مات جوزها وكانت خلفت منه أنس، جوزت مين بعده؟ طب وطلحة الأنصاري. هي سهلة، هي ما سهلة يا عم، هي سهلة. اتجوز أبو طلحة الأنصاري. ابنها أنس اللي قالت لسيدنا النبي خد الولد ده يخدمك، ابنها أنس ده تربى إذن عند من؟ عند أبي طلحة الأنصاري. أنس ده صحابي ولا مش صحابي؟ ده أشهر الصحابة رضي الله تعالى، من أشهر الصحابة. أم أنس رضي الله عنه وقع في سهمه، ها، أو وقع أي نعم في سهمه من الأسرى واحد اسمه إيه؟ سيرين. فسيرين ده عبد لسيدنا مين؟ أنس. اللي أنس اتربى عند مين؟ عند أبو طلحة الأنصاري. من هقولك دلوقتي اللي أنا بحكي لك الحدوتة دي عشان نوصل الحكاية اللي هنتعلم منها درس الفقه، واللي هتدينا المشهد بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته عليه الصلاة والسلام. متوحد الله. أم قال لك أنس بن مالك بقى عنده عبد اسمه إيه؟ سيرين. سيرين ده خلف ولد اسمه إيه؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين شاف حضرة النبي؟ لا. يبقى محمد بن سيرين من الصحابة ولا من التابعين؟ لا، ده من التابعين. وهو كمان محمد بن سيرين ده كان صاحب أول الحسن البصري. كان مشهور بإيه محمد بن سيرين؟ تفتكروا إيه؟ ها؟ تفسير الأحلام، صحيح؟ بس أنا نبهت هنا أكثر من مرة إنه في كتاب مطبوع في السوق وموجود بي دي إف على الشبكة العنكبوتية اسمه تفسير الأحلام لمين؟ لابن سيرين. غلط، ده مش لابن سيرين ولا حاجة. محمد بن سيرين ملوش أي علاقة بالكتاب ده، لكن محمد بن سيرين كان يجيد تفسير الإيه؟ تفسير الأحلام. طيب، محمد بن سيرين دلوقتي من التابعين ولا من الصحابة؟ من التابعين. كان عنده صديق له اسمه أبو عبيدة السلماني. شوف السلم جاي من فين. صديقه كان اسمه إيه؟ أبو عبيدة السلماني. أم محمد بن سيرين في يوم من الأيام قال لأبو عبيدة إن عندنا من شعر رسول الله. أها، جبته منين؟ قال أصبناه من أنس، أو قال من آل أنس. مين اللي بيقول كده يا أخوانا؟ محمد بن سيرين. أصل سيرين والده كان فين؟ كان عبد عند أنس. يبقى طبيعي إذا جاءهم شعر النبي من خلال أنس، يبقى مين اللي جابه لمحمد بن سيرين؟ أبوه. حلو كده؟ طيب، وأنس جاله الشعر ده منين؟ قبل ما أقول لك أنس جاله الشعر ده منين، أنتوا معايا ولا لسه؟ الحكاية كده مش قبل ما أقول لك الشعر ده جاله منين. قال محمد بن سيرين لعبيدة السلماني، وعبيدة السلماني ده من التابعين، اسمه أو يلقب بالمخضرم. المخضرم، إيه المخضرم ده يا سيدنا الشيخ؟ قال لك المخضرم ده حضر الجاهلية والإسلام،
لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة رسول الله، كان عايش أيام حضرة النبي ولكنه لم يسلم. أسلم إمتى؟ يبقى صحابي؟ لا، ما يبقاش صحابي، يبقى من الإيه؟ من التابعين. أم محمد بن سيرين قابل صاحبه أبو عبيدة السلماني ده وقال له بقول لك إيه، ده احنا عندنا في البيت شايلينه ومخبينه، وخليك مركز معي قوي، شايلين إيه يا أخوانا؟ ما تصلوا على الحبيب كده، شايلين إيه؟ شعر سيدنا النبي، ومخبين إيه؟ شعر سيدنا النبي. قال له ليه؟ طب بلاش ليه، ليه دي هنجاوب عليها بعد شوية، بس هو جابه منين؟ قال محمد بن سيرين أصبناه من مين؟ من أنس، أو قال من آل أنس. فقال عبيدة السلماني، شوف أنا هقرأ لك العبارة اللي قالها لما قال له كده، قال له قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل آل أنس. فقال عبيدة السلماني هيقول إيه؟ قال لأن تكون عندي شعرة منه. شعرة من مين؟ من مين؟ من شعر سيدنا النبي. شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأنا يكون عندي يا أخوانا شعرة واحدة بس من شعر حضر، ليه هو شعر في إيه يا أخوان؟ استنى بس، ما أنا هقول لك أكمل لك الحكاية ولا تعبته. عبيدة السلماني قال لسيدنا محمد بن سيرين إيه، ده أنا لو عندي واحدة بس من، يا بختكوا يا أخي، يا بختكوا، أنتوا في بيتكوا شعر سيدنا النبي؟ قال له أيوة يا واد. جبتوه منين يا سيدنا محمد بن سيرين؟ جبناه من ابويا، ابويا جابه لنا. ابوك جابه لكم منين يا واد؟ قال له جبناه من عند مين؟ من سيدنا انس بن مالك، او من آل ايه؟ قال له لان تكون عندي شعره واحده احب الي ايه؟ من الدنيا وما فيها. طيب وبعدين؟ قال لك تعال نعرف الحكايه، وانس جاله شعر سيدنا النبي منين وليه؟ الحديث اللي بعده على طول، قال محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عون عن ابن سيرين عن أنس. مين اللي هيحكي الحكاية؟ أنس. أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه، ما هو الشعر ده نتفوه من شعر سيدنا النبي ولا لما إيه؟ لما عمل إيه؟ لما حلق رأسه كان أبو طلحة. وده يخليك تقول لي أنت ليه قلت لنا أبو طلحة في الأول، صح؟ أبو طلحة ده يطلع إيه؟ فاكرين الحكاية؟ أبو طلحة مين؟ مربي مين؟ أنس. ومين اللي بيحكي عن أبو طلحة؟ أنس اللي تربى عنده. ومين اللي خد الشعر من أنس؟ سيرين. وده لمين؟ لمحمد بن سيرين اللي بيتباهى قدام عبيدة السلمان. بس خلاص واضحة جدا، مفيش مشاكل خالص. فقال أبو طلحة ها؟ قال لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أبو طلحة الأنصاري أول واحد أخذ شعر مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكاية مجملة، حكاية يا أخوانا مجملة، وإليكم الأخبار والأنباء بالتفصيل. يعني أنا الذي حكيته حتى الآن إيه يا ريس؟ كلام مجمل بس، ما تصلوا على النبي كده، تعالوا شوفوا التفصيل بقى يا أخوانا في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. يعني هذا الحديث رواه الإمام مسلم بطريق آخر. يقول إيه؟ لما قضى رسول الله نسكه، خليك معايا بقى، لما قضى رسول الله ايه نسكه، يعني فين؟ في الحج. نادى على حلاقه. الحلاق واحد من الصحابة كان اسمه معمر، كان اسمه ايه؟ معمر ابن مالك الله رضي الله عنه. نادى على حلاقه، اسمع اللقطة الجميلة دي، فأعطاه شقه الأيمن فحلقه، فقال اعطي الشعر أبا طلحة الأنصاري. يعني شعر سيدنا النبي ايه؟ ما ترماش على الارض، ما ايه؟ قال له اديه لمين؟ لابو طلحه. ابو طلحه راح واخد الشعر الذي اخذ من راس الحبيب المصطفى، مسك فيه كده اهو بايديه واسنانه كده، مثبت فيه كده اهو. وبعدين اعطى رسول الله شقه الايه؟ الايسر، فحلق معمر بن مالك، حلق الحلاق، فقال اعطيه من؟ اعطيه ابو طلحه الانصاري. ابو طلحه زوج مين؟ فاكرين؟ الله ينور، ده انتوا صحيين او مش صايمين يعني ولا حاجه؟ الحمد لله الدنيا تمام، ولا هو الصيام بيخلي الواحد يصحصح الصراحه يعني. المهم اعطيه ابا طلحه الانصاري. طيب بقى في ايد سيدنا ابو طلحه ايه يا اخوانا؟ شعر سيدنا النبي من الشق الايمن ومن الشق الايسر، صح كده؟ فقال رسول الله لابي طلحه يا ابا طلحه وزعه على الناس. الكلام ده أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، ويقينا حدث. قال له يا أبو طلحة اعمل إيه؟
وزعه على الناس. أبو طلحة كان رجل متعاون بيحب زوجته على الآخر، ما هو الدليل قدامك الدليل. والرجل اللي ما يحبش زوجته إلهي منه لله، واللي ما يحترمهاش يعني ربنا يهديله الحال يا رب. ما هي النص الايه؟ النص الايه؟ يا نهار ابيض، ده انتوا بقيتوا حاجه صعبه، المصريين بقوا صعبين على الاخر يا راجل. النص الحلو يا عم. ايوه قول يا عم الحاج الله يكرمك. ايوه هو عشان عارف الحكايه. فراح واخد شعر سيدنا النبي، ده الجزء الايمن وده الجزء الايه؟ الايسر. وراح عامل ايه؟ فاعطى الجزء الايسر لام سليم وقال وزعي على الناس زي ما مين امرنا؟ سيدنا النبي. فقال ابو طلحه الانصاري فوزعت على الناس، اسمعوا المفاجاه، فوزعت على الناس الشعره والشعرتين. يعني واحد من اللي حاضرين كان نصيبه ايه؟ شعره واحده من حضره الحبيب صلى الله عليه وسلم، وواحد من الحاضرين كان ايه؟ كان نصيبه كم شعره؟ شعرتين. فضلت في روايه ثانيه خارج مسلم، فضلت مع سيدنا ابو طلحه الانصاري كم شعرايه في الاخر كده، راح محتفظ بيهم. حلو كده، محتفظ بيهم. وواحد وراح واخد شعرتين بالعدد، شعرتين بالعدد، وشق ذراعه هكذا، ثم دفن الشعر في ذراعه، ثم لأم الجرح على شعر النبي حتى التأم الجرح وفي داخله شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الحاضرين خالد بن الوليد، ما هو ده كان في حجة الوداع. خالد بن الوليد وقع في ايده كم واحدة؟ ثلاث اربع شعرات كده نصيبه لما وزع، فوضعها في رأس القلنسوة. عارف انت القلنسوة اللي هي بتتلبس فين؟ في الخوذة بتاعت المعارك والحروب. وقالوا ببركة هذا الشعر لم يهزم خالد في معركة قط، وكان أمير الجند في معارك الردة، ونصره الله على مسيلم الكذاب، ولم تذهب من خوذته شعرات مين؟ شعرات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أم أبو طلحة الأنصار احتفظ بإيه؟ بشوية شعر. شوية الشعر دول اللي احتفظ بيهم ها؟ بقوا عند مين بعد أبو طلحة؟ بعد عند أنس. ما هو أنس ربيبه. طيب وبعد أنس بقوا عند مين؟ بقوا عند سيرين عبده. طيب وبعد سيرين بقوا عند مين؟ محمد بن سيرين. فهو محمد بن سيرين بيقول لعبيدة السلماني انت فاكر نفسك حاجة؟ ده احنا عندنا ايه؟ في بيتنا من شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه القصة فيها ست رسائل علمية وفقهية. كم رسالة؟ هتسمعوهم ولا تعبتوا؟ ست رسائل. بس عايز اقول لكم على حاجة قبل أن أحكي الرسائل الستة، قبل أن أحكي الرسائل الإيه؟ الستة من هذه القصة العجيبة التي قصصتها عليكم تفصيلا أو بشيء من تفصيلها. كنا في سنة 2016 في المدينة المنورة، وكنا بوفد رسمي، فاستقبلنا أمير من الأمراء ثم استضافنا في بيته، وراح مطلع بتاع صغيرة كده ورق سلوفان ومطلع فيها ثلاث شعرات بالعدد. إيه ده؟ قال لي ده شعر النبي الذي كان عند أنس. أنس مين؟ اللي ورثه لمين؟ لسيرين. اللي ورثه لمين؟ لمحمد. اللي محمد ورثه لمين؟ بالسند المتصل إلى أن وصل في هذه الجلسة اللي أنا شفته بعيني سنة كام؟ سنة 16. لماذا يحتفظ المسلمون بشعر رسول الله؟ هذا هو السؤال. لماذا احتفظ المسلمون بآثار رسول الله؟ ألأنهم يعبدونه من دون الله؟ تف من بؤك يا جدع انت وهو. أمال إيه؟ حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكاية دي فيها كم رسالة علمية؟ ست رسائل. أما الرسالة الأولى، هو لما انتهى من نسكه صلى الله عليه وسلم أعطى الحلاق شقه الإيه؟ الأيمن. الرسالة الأولى البدء بالميامن سنة عن رسول الله. ابدأ كل مرة بالإيه؟ باليمين. وإحنا المصريين نقول اللهم اجعلنا من أهل الإيه؟ من أهل اليمين. أنت عارف في عنوان الباب إحنا جبنا سيرة واحد اسمه عطاء. قال عطاء أرى أنه لا بأس به. قريتها لكم صحيح؟ عطاء ده اسمه عطاء ابن أبي إيه؟ ابن أبي رباح. وأنا حكيت لكم حكايته في هذه المجالس قبل الآن. عطاء ابن أبي رباح ده يا مولانا كان عبدا صغير الرأس، أسود البشرة، دميم الخلقة، عاجز لا يستطيع القيام. شكله إيه يعني؟ حلو ولا وحش؟
شكله يعني اللهم عافي المسلمين جميعا، وعبد والله حر عبد. أم سيده قال له تعالى اشتغل في السوق قرب لنا البضاعة ولا حاجة. قادر يقرب البضاعة هو؟ مش قادر. طب أعمل فيك إيه؟ شغال ويبيع فين؟ في الدكان. وقفه في الدكان كده عشان يبيع، فبقت الزباين تيجي عشان تشتري تبص تلاقي إيه؟ سحنة مش ولا بد يعني، خلقة مش قد كده، فالزباين ما يشتروش. طب أعمل فسيده قال له بقول لك إيه عطاء، أنت يا ولدي أصبحت كلا علي، أنا مش عارف أعمل فيك، أنت مش عارف أستفيد منك بحاجة، أقول لك اذهب أنت حر لوجه الله. عمل فيه يعني؟ أعتقه. فبكى عطاء وعاد إلى أمه يبكي. قالت له بتبكي ليه؟ قال لها النهاردة حصلت لي مصيبة. قالت له حصل لك إيه؟ قال لها أعتقت. قالت له يا ابني الواحد لما يسيب العبودية ويبقى في الحرية تبقى مصيبة، المفروض تبقى فرحان إن أنت بقيت إيه؟ ان انت بقيت حر. انتوا فاكرين شكله عامل ازاي عطاء ده؟ وبعدين قام سيدنا عطاء، شوف انا بقول عليه سيدنا عطاء، قالت له بص يا ابني انت زعلان عن ان انت بقيت حر؟ قال لها ايوه. قالت له ليه؟ قال لها على الاقل كان بايه؟ كان بياكلني، انا كنت باكل واشرب، انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا ما عنديش شغل اعمله. فقالت له امه ان اردت ان يقف الملوك على بابك فعليك بتعلم العلم الشرعي وسنه رسول الله. قال لها بتقول ايه؟ يقف الملوك على بابي انا بهذه الخلقه وبهذه السحنه بالشكل العجيب ده ازاي يعني؟ قالت له انا بقول لك كده. فانطلق من العراق الى الحجاز، سافر والتحق هناك بعبد الله بن عباس. بمين؟ وتعلم سنه النبي من مين؟ من عبد الله بن عباس، وحفظ علم ابن عباس كله، فصار اشهر عالم في الحجاز. بعد ما كان ايه؟ عبد، صار أشهر عالم، أشهر عالم، ولا يفتي في المناسك إلا عطاء ابن رباح رضي الله عنه. لا يفتي في مناسك الحج إلا مين؟ عطاء ابن رباح. أهو عطاء ده في يوم، يعني اسمع اللقطة العجيبة دي، أنتوا حضراتكم عارفين أبو حنيفة صح؟ مين أبو حنيفة؟ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة دخل مكة بعد، طبعا أبو حنيفة جاء بعد عطاء بحوالي 70 سنة ولا حاجة. يقول دخلت مكة المكرمة فأديت النسك، وبعد أن أديت النسك ذهبت إلى الحلاق عشان يعمل إيه؟ هو الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين ودعا للمقصرين مرة واحدة، محلقين رؤوسكم وإيه؟ ومقصرين لا تخافون، تدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين إيه؟ لا تخافون. رحت عند الحلاق، مين اللي بيقول رحت عند الحلاق؟ أبو حنيفة. قعدت فقام الحلاق قال له يا جاهل، خلي بالك ده ايه حلاق، قال له في ايه؟ قال له استقبل القبلة، انت في مكة. هو عارف ان هو بيكلم ابو حنيفة؟ لا. فقام ابو حنيفة راح داير الكرسي ناحية الايه؟ القبلة. قال ابو حنيفة فاعطيته رأسي ليحلق، فقال لي الحلاق يا جاهل. بيقول له مين يا جاهل؟ بيقول ابو حنيفة اعطني الجنب الايمن، اهو اللي عمله سيدنا النبي في المسك في النسك ايه؟ الجنب الايمن. فقال فاعطيته الجنب الايمن، انا خايف اتكلم معاه كلمه واحده يوم يضربني ولا حاجه، ومش عارف ان هو بيكلم مين؟ ابو حنيفه. قال فلما اعطيته الجنب الايمن بدا يحلق وانا ساكت، فنظر الي وقال يا جاهل ساكت لبي، اعمل ايه؟ لبي، قل لبيك اللهم لبيك. فعدت اقول ايه؟ لبيك. انا دلوقتي انا تحت رحمته، ده اعمل ايه يعني؟ دلوقتي صحح له كم حاجه. هو اول حاجه قال له اعمل ايه؟ ناحية القبله، وبعدين الجنب الايمن، وبعدين لبي. قال اصبحت البي واعطى لبي حتى انتهى من الحلاقه. ثم لما هممت ان انصرف قلت له كم تطلب من الاجره؟ فقال لي يا جاهل، رقم كم يا جاهل دي؟ رقم 4. قال يا جاهل حلاقة النسك لا يطلب فيها كم ولا كم، اللي معاك ادفعه، ده حلاقة الايه؟ النسك. لكن لو بتحلق في احمد لطف السيد ايوه تفاصل 50 70 60 15 جنيه تفاصل، لكن في النسك لا ما فيش كده. قال فمن خوفي منه دفعت له ما معي من المال، واردت ان ايه؟ ان انصرف. قال فلما هممت بالانصراف قال لي الحلاق يا جاهل رقم كم؟ 5. قال له في ايه تاني؟ خلاص مش خدت فلوسك، في ايه؟ قال له يا جاهل صلي ركعتين بعد الحلاقة. قال له حاضر. فراح بيصلي ركعتين، ابو حنيفة يسيب الراجل ده؟ فرجع له قال له بقول لك ايه يا حلاق فند، انت
من أين لك بكل هذا الفقه؟ العلم اللي أنت فيه ده؟ أنت يا أخي ولا أنا أعرف عنك حاجة ولا العلماء يعرفوا عنك، أنت من فين جبت الفقه ده كله؟ فقال الحالق لأبي حنيفة: اعلم يا هذا أني لا أعلم من الفقه إلا هذه المسائل الخمسة. أصلاً أنا ما أعرفش غيرها. قال له: إزاي؟ وجبتها منين طيب؟ قال له: جاءني هنا عالم قبل سنوات فحلق رأسه عندي وعلمني هذه المسائل الخمسة في الفقه، اسمه عطاء بن أبي رباح. اسمه إيه؟ عطاء بن أبي رباح. عطاء ده علمه أنه الحلاق يبدأ بالجنب الإيه؟ بالجنب الأيمن. أدي أخواننا أول رسالة، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من النسك وجاب الحلاق اللي اسمه معمر بن مالك، بدأ بالجنب الإيه؟ بالجنب اليمين. وإحنا تكلمنا عن التيامن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن إيه؟ في كل شيء، كما حكينا قبل ذلك. أيها الأحباب، هل شعر الآدمي إذا حلق نجس؟ ها؟ مش نجس. يعني أنت رحت عند الحلاق الجلابيات مالت شعر من الصغير ده، بالرغم إن هو بيحط فوطة كبيرة كده، صح؟ لو اتملت شعر الجلابية دي تصلي بيها ولا ما تصليش؟ ها؟ عند الأحناف والمالكية والحنابلة، أما الشافعية لا. الشافعية لا، لغاية لما دخل الشافعي، دخل فين؟ دخل بغداد العراق، والعراق دي بلد مين؟ بلد أبو حنيفة، وأبو حنيفة بيقول شعر الآدمي إيه؟ طاهر. فدخل أبو الشافعي ومعه الطلبة، مجموعة من الطلبة كده ماشيين معاه، فدخل عند الحلاق، فالحلاق حلق للشافعي، فالشافعي جلابيته كلها اتملت إيه؟ شعر صغير. فهو عند الحلاق سمع عم زغلول بيعمل إيه؟ بيقيم الصلاة. الصلاة إيه؟ دخلت. فقام طلع من عند الحلاق، دخل في الصف على طول، بقى مأموم. مين اللي ماشي مع الشافعي؟ الطلبة. فالطلبة عارفين إن الشافعي بيقول الجلابية لما يجي لها شعر صغير تصلي بيها ولا ما تصليش؟ ما تصليش بيها، إن الشعر الآدمي عنده ليس طاهر. عند مين؟ عند الشافعي. فلما دخل وقف الصف، فقام الطلبة استغربوا قوي، إيه ده؟ يقول شيئا ويخالفه الكلام العجيب ده، الحكاية دي ما تطلعش من مين؟ من الشافعي. فلما خلصت الصلاة وهم طبعا صلوا معاه، قالوا له: يا إمام، إنك تفتي الناس بعدم جواز الصلاة في الجلباب الذي مسه شعر الآدمي، فكيف صليت بها وأنت الذي تقول هذا الرأي؟ فقال الشافعي كلمة تكتب بماء العيون رضي الله عنه، قال: أما وأنا في العراق فنصلي فيها، في الجلابية اللي فيها الشعر يعني، احتراما لرفاة أبي حنيفة. احتراما لمن؟ يعني ايه رفاة؟ يعني عظم التربة. مش أبو حنيفة عايش، أبو حنيفة كان مات وشبع موت، إنما أنا هعمل ده وأمشي على رأي أبو حنيفة عشان أنا إيه؟ في بلد، ومش هتشبث برأيي، أنا همسك في رأي مين دلوقتي؟ احتراما لرفاة أبي حنيفة. الرسالة الأولى: ابدأ بالإيه؟ باليمين. حتى في الحلاقة سيدنا النبي كان يبدأ بالإيه؟ باليمين. الرسالة الثانية: شعر الآدمي طاهر. الآدمي آه، وشعر الدواب التي تؤكل طاهر، وشعر الدواب التي لا تؤكل فيه خلاف. فيه ايه؟ يعني ايه الدواب التي تؤكل دي كمان؟ المعزة، البهيمة الأنعام، شعرها ايه يا اخوانا؟ طاهر. طيب الذي لا تؤكل؟ الكلاب والحمير والبغال. البغال تؤكل؟ الحمير تؤكل؟ فالقصد يا سادة أن شعر الآدمي ايه؟ طاهر. طيب وشعر غير الآدمي ممن يؤكل؟ بهيمة الأنعام طاهر. إذن أول رسالة: لو كان شعر الآدمي غير طاهر لأمر النبي أبا طلحة أن يوزعه في الناس؟ كان قال له اعمل كده؟ ما كانش. أدي أول واحدة. طيب بعض العلماء قالوا لا، دي خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. لا 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 لا، العلماء ردوا على اللي قالوا إن دي خصوصية، إنه لا يوجد دليل على الخصوصية. لا، دي مش خصوصية ولا حاجة، ده هو شعر الآدمي إيه؟ طاهر. أدي الرسالة رقم كام؟ رسالة رقم 2. أيها السادة، الرسالة الثالثة: أجمع أهل الله وأهل العلم أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جائز شرعا. وجود شيء من رسول الله في البيت يسمى إيه؟ بركة. بركة يعني إيه عم الشيخ؟ أنت هتجنننا ولا إيه؟ هو إزاي طلحة أبو طلحة الأنصاري مسك الشعر ووزعه على الناس؟ كان بيعبد الشعر ولا كان يتبرك به؟ وهذا في البخاري ومسلم.
ووضعها في جلده، والآخر بعضهم جاء في بعض الآثار أن واحدا وقع في نصيبه شعرة واحدة فأكلها. قال لك أنا هقدر أحافظ عليها واحدة إزاي دي؟ خليها فين؟ خليها في بطن. شوف التبرك. قالوا أجمعوا بجواز التبرك بآثار رسول الله وبشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة رقم كم ديت؟ 3 4. ويجوز اقتناؤه والحفاظ عليه. اقتناء يعني شيله في البيت. ويا سادة يا كرام، لمن يعرف ولمن لا يعرف، عندنا هنا في مصر كانت مصر تتبع الدولة العثمانية، صح؟ والدولة العثمانية ديت كانت عاملة سكة حديد من اسطنبول للمدينة المنورة. اللي يعرف منكم واللي ما يعرفش، كان القطر يطلع من اسطنبول في تركيا، محطة القيام في اسطنبول، هناك في الباب العالي اللي هو أمير المؤمنين في الدولة العثمانية. القطر يطلع من اسطنبول، آخر محطة تبقى فين؟ في المدينة المنورة. وكل المسافة دي محطات القطار، اسمه قطار المدينة المنورة. فلما ضعفت الدولة العثمانية، قام الخليفة العثماني آخر واحد جاب من المدينة المنورة آثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وسيفه وقطعة من ثيابه والقلنسوة التي كان يلبسها والعصا التي كانت في يده يوم دخل مكة، مجموعة كده، وجابها في القطر ودها فين؟ ودها اسطنبول. أم مصر لما جه محمد علي باشا الله يرحمه، المهم محمد علي باشا عمل حركة بنت لذينة لما لقى الدولة العثمانية دي خلاص بتتفكك وهو هيستقل بمصر وهيبقى رئيس مصر لوحده بعيد عن الدولة العثمانية، راح جايب الآثار المحمدية اللي كانت في اسطنبول كلها وجابها في القاهرة هنا عند مسجد مولانا الإمام الحسين في غرفة منفصلة اسمها غرفة الآثار النبوية، للي يعرف منكم أو اللي ما يعرفش. والحمد لله قد دخلناها. في الغرفة دي في إيه هناك يا أبو يحيى؟ فيها سيف رسول الله، وفيها شعر رسول الله اللي كان عند مين؟ اللي كان جزء منه عند سيدنا أنس بن مالك، موجودة لغاية دلوقتي. الشهر اللي فات لله الحمد من حوالي شهر زرنا هذا المكان ورأينا الشعر بعيوننا. طب ازاي شعر سيدنا النبي هيفضل قاعد من غير ما يتقصف ويدوب 1400 سنة؟ ازاي؟ قال لك مش كده وبس، لا يا ريس، ده هم من كتر ما لاحظوه وجدوا الشعر كل 100 عام بيزيد 2 سنتي. يعني كمان فيه ايه؟ فيه حياة. ما هو انت بتتكلم عن مين؟ عن سيد الخلق. ده معناه ان احنا نعبد الاثار؟ لا، بس ده معناه ان احنا نعرف جميله صلى الله عليه وسلم. يا اخي لما ابويا يموت الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين وساب في البيت سبحه ولا جلابيه، انا بقول دي من ريحه مين؟ من ريحه ابويا. طب لما تبقى من ريحه ابويا حافظ عليها، واللي من ريحه اللي السبب في النجاه في الدنيا والاخره ما حافظش عليها صلى الله عليه وسلم. الاثار موجوده فين يا سيادنا؟ في الغرفة المسمى بغرفة المقتنيات النبوية والآثار النبوية. فين؟ في مسجد مولانا الإمام الحسين. انت واخد بالك ولا لأ؟ يبقى اول رسالة تبدأ بالإيه؟ بشيء الشق الأيمن. والرسالة الثانية شعر الآدمي طاهر ما هوش نجس. والرسالة الثالثة جواز التبرك بآثار رسول الله. والرسالة الرابعة ها جواز اقتناء الآثار والمحافظة عليها ها وجعلها من الكنوز الموجودة في البيت، لأن هي فعلا من الكنوز يا أخوان. اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب الرسالة رقم كم اللي جاية؟ ها 5. المواساة بين أصحابك، واسي أصحابك. حضرة النبي قال لأبو طلحة الأنصاري خد الشعر ولا قال له إيه؟ وزع على الناس. يبقى وزع دي إن أنا بعمل إيه؟ بيواسي الناس كلها صلى الله عليه وسلم. الرسالة رقم كم اللي بعدها؟ 6. الستة يا أخوانا ليست المواساة معناها المساواة. تاني، المواساة ليس معناها الإيه؟ المساواة. لا، في واحد يرضى بالقليل وفي واحد طماع، فأنت تواسي الناس كلها بس مش معناه أن أنت تعمل إيه؟ تساوي بين الناس كلها، لا مش شرط. تاني، المواساة مش معناها الايه؟ المساواة. لأن أبو طلحة لما وزع الشعر عمل فيه ايه؟ ادى ده شعرة وادى ده ايه؟ شعرتين. في واحد رضي وفي والتاني مش راضي راح اداله كمان شعرة. ده معناه انه وزع على أكبر كم موجود من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي كانوا مع رسول الله في منى كم واحد تقريبا؟
قربا من 100,000 إنسان. فالشعر بتاع حضرة النبي هيكف كم واحد يعني؟ فشعره وشعرتين. هو حضرة النبي حلق شعره هذه المرة فقط ولا حلق شعره أكثر من مرة؟ أكثر من مرة، ولذلك بقي شعره في الأمة موجود حتى هذه الدقيقة التي أقولها لكم. أيها الأحباب، الرسالة رقم كم الأخيرة؟ رقم 7 بعد ما تصلوا على سيدنا النبي. يجوز أن أنتدب من الناس من يقوم بعمل كان من المفترض أن أقوم به أنا. أنا الوقت معايا شوية كتب أهو، وعايز أدي الناس كلها اللي موجودين في الجامع الكتب، لازم أقوم أوزعهم بنفسي؟ ممكن أقول للشاب الجدع ده خد اعمل إيه؟ وزع على الناس. أهو ده اللي عمله مين؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي وزع شعره على الناس بنفسه؟ لا، أمال اداها لمين؟ لأبو طلحة الأنصاري. فأبو طلحة الأنصاري عمل عملة محترمة، وزع لنفسه ولا هو كمان عمل إيه؟ ها؟ لا، ما وزعش بنفسه، وزع شوية الجنب الأيمن، وده مين توزع الجنب الأيسر؟ زوجته. عشان تيجي الرسالة رقم 8، أشرك أهلك في الخير. أشرك أهلك في الإيه؟ في الخير، فإن لهن عليك حق، ولا إذا أشركتها في الخير كانت طائعة لك، وكذلك كانت أم سليم لسيدنا مين؟ أبو طلحة الأنصاري. أنا عايز أقول كلام مهم في آخر هذا الدرس، هل يعني هذا عبادة النبي من دون الله؟ لم يقل بهذا عاقل ولا عالم. هل أجمعت الأمة على جواز التبرك بآثار رسول الله؟ الجواب نعم. هل تبرك الصحابة بآثار رسول الله؟ الإجابة نعم. ده هم في عند يوم الحديبية ما لما توضى سيدنا النبي ما خلوش المية اللي بتوضى بها تقع على الأرض، كانت بتقع فين؟ في أكفهم، فإذا وقع الماء الذي توضأ به النبي في كف أحدهم دلك به وجهه وجلده، تبركا بمن؟ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل هذا يعني تشيع؟ لا. هل هذا يعني تصوف؟ لا. هل هذا يعني إلا الحب لسيدنا النبي؟ طب دي المفروض يحب سيدنا النبي الشيعة والمتصوفة، ولا المفروض اللي يحب سيدنا النبي مين؟ المسلمين كلهم. المسلمين إيه؟ هو اللي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والإيه؟ والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. الحكاية دي كلها والتفاصيل اللي احنا حكيناها دي كلها في الحديث رقم 170 والحديث رقم 171. هذا يعني أن شعر الآدمي طاهر ولا نجس؟ فإذا أصاب شعر الآدمي ماء، المية دي ينفع نتوضى بها ولا ما ينفعش؟ هو ده اللي خلى الحديثين دول في كتاب الإيه؟ في كتاب الوضوء. تبقى المسألة الأخرى. إيه المسألة الأخرى؟ ولغ الكلب في ماء الإيه؟ في ماء الوضوء، نعمل به إيه؟ وإيه قصة سؤر الكلب؟ وهل فعلا الكلب عند المالكية طاهر؟ أصل هم أشاعوا كده في السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، وطلع واحد بيهرك كده وبيقول أي كلام، الله يسامحه ويصلح له حاله يا رب، طلع يقول يجوز أكل الكلاب. ما تلاقيه هو بيروح ياكل زي ما تلاقيه. ليه يا عم؟ قال لك عشان الكلاب طاهرة عند الملكية. خسئت وخسئ فألك وأنت إنسان لا تعرف قبيلك من دبيرك. هذا الكلام ليس صحيح. أو بالمناسبة سنتكلم عن تفاصيل هذه المسألة، ولكن إمتى؟ في الدرس اللي جاي. بس مش أنا اللي هتكلم، اللي هتكلم مين؟ ابن حجر، لأن أنا بقرأ لكم شرح ابن حجر. فالكلاب طيب، واحد من الناس طيب جايب بوبي، عارف أنت البوبي؟ البوبي ده كلب، لا هي لها أصناف، ما تقول لي نوع منه يا عم أستاذ أشرف. بيربوهم فين؟ في البيوت. طب الكلب اللي بيتربى في البيت حلال ولا حرام؟ طيب تبقى أنت واقف كده عند المساحة مستني ميكروباص ولا حاجة، تلاقي بنت صغنونة كده 16 سنة ولا حاجة سايقة عربية غالية وحاطة في الكنبة اللي ورا إيه؟ كلب، والكلب بيطلع لك راسه كده. طب دي الكلب ده يجوز أن تصحبه يربى في البيت ولا إيه حكاية الكلب ولا إيه موضوعه؟ وهل فعلا البيت الذي فيه الكلب لا تدخله الملائكة؟ طب والكلاب أصلا لما خلقها الله ما دامت نجسة ووحشة بالدرجة دي؟ موضوع له إيه؟ له شجون وله تفاصيل، ونحن سنقف معه إن شاء الله يوم إيه؟ يوم الاثنين اللي جاي إن كنا من الأحياء.